على الشمال لحد اركين لعبة الباك الشمال لمسة وهاجمة كرة طولية حلوة تحرك دوله ممتاز من الخطير يانمز ادي نجم يانمز ما شاء الله عليه طول وقامة مهارة وفنيات كبيرة نجم يانمز اللي برضه لعيب هداف قوي وخطير قوي موجود قدام في خط منتخب تركيا عدى وفات العرضية عالية والراسية جوه الجول جوه الجول جول 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 جميل للمنتخب التركي هذه العاده مره ثانيه هذه المهاره هذه التالق هذه الابداع في اللي جنب الشمال باقدام الباك الشمال اركين لعب عرضيه جميله وعدى وفات من الباك اليمين ديمتري وعلى طول لعب عرضيه ايه بالمسطره بالملي تروح لدماغ الخطير بولت عشان يسجل الهدف الاول للمنتخب التركي 7 نقاط ثم منتخب اندورا اضعف منتخب موجود في المجموعه الرابعه بالرصيد من النقاط واضح مشاهدينا ان اللقاءات الثلاثاء القادم خلاص هتكون اللقاءات الفاصله لتحديد صاحب المركز الثاني في هذه المجموعه للمجموعه الرابعه هجمه خطيره جدا والهدف جوه الجول جوه الجول الهدف الثاني الهدف الثاني للمنتخب التركي في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني هذه العادة مرة ثانية الراسية رائعة من النجم أوميت بولت وتحرك رائع طولي ممتاز من يلمز عشان يحطها بمهارة جميلة جدا وبمهارة عالية على الشمال الحارس باريكو عشان المنتخب التركي يؤكد تفوقه ويؤكد تألقه ويؤكد ابداعاته في هذه المباراة هذه الراسية من بولت وهذه السندة الجميلة من النجم التوري والتحرك سعنا بلعب رقم 10 أوركاي شاهان النهارده برضه غياب بالنسبة لمنتخب تركيا غياب نور الشاهين